روي أن سليمان بن عبد الملك لبس أفخر ثيابه ومس أطيب طيبه ونظر في مرآة فأعجبته نفسه وقال: أنا الملك الشاب، أنا الملك الوسيم. وخرج إلى الجمعة فتلقته إحدى جواريه فقال لها: كيف ترينا؟ فقالت: أنت نعم المتاع، لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان ليس فيما بدا لنا منك عيب عابه الناس غير أنك فاني. فأعرض بوجهه ثم خرج وصعد المنبر وصوته يسمع من آخر المسجد، ثم ركبته الحمى فلم يزل صوته ينقص حتى لم يسمعه من كان تحت المنبر، فعاد ورجع محموما ولم تدر عليه الجمعة الأخرى حتى كان في قبره.